ساعدت وانبهرت بعمل علمي عظيم، وقلت ان لازم نلفت نظركم الى هذا العمل العلمي العظيم. الجميل مش هقول عليه غريب لان في حاجات كتيره بتحصل عندنا عظيمه، انما ان هذا العمل العلمي الجليل هنا في المكتبه وقائم عليه شباب المكتبه هم اللي بيعملوا الشغل ده. انا كنت في الكويت في مجلس اداره بتاع مشروع كبير، مشروع تديره منظمه تبع الامم المتحده مع جامعه الامم المتحده، وهو مشروع حلم قديم للانسانيه كلها. هذا الحلم القديم هو ان كل واحد في كل حته في العالم يقدر يخش على الانترنت ويكتب بلغته ويسأل بلغته وتطلع له الإجابات بلغته. ده حلم. فهذا المشروع أقيم من قبل الأمم المتحدة، والمشروع بيختلف في الفلسفة بتاعته في الترجمة باستعمال الكمبيوتر. بدل ما الترجمة بتبقى ما بين اللغتين زي ما نقول ترجمة اللغة الإنجليزية واللغة العربية والعربية الإنجليزية، وفي هذه الحالة استعمال الآلة دي مجرد للغة دي مع اللغة دي، واضطر أعمل برنامج تاني للفرنساوي والعربي والعربي الفرنساوي، وأعمل واحد ثالث للفرنساوي والإنجليزي وهكذا، والتبديل والتوفيق بتاع كل لغات العالم طبعا عايزة برامج كثيرة جدا، وعايزة واحد يطلع من برنامج يخش البرنامج. الفكرة كان لو نتصور عجلة وفي مركز هذه العجلة في لغة كمبيوترية خاصة interlingual اسمها الـ UNDL أو الـ Universal Network in Digital Language، وإن كل مجموعة من العلماء تشتغل على اللغة بتاعتها. فإحنا في مكتبة اسكندرية بنشتغل على العربي UNL، وفي ناس تانية تشتغل إنجليزي UNL وفرنساوي UNL وإسباني UNL وياباني UNL وهكذا. فالسؤال بيطلع من لغة أو المادة تطلع من لغة إلى الـ UNL، ومن الـ UNL تبقى متوافرة لكل اللغات الأخرى في أي لحظة. وهكذا أي لغة جديدة بتضاف، وإحنا قاعدين في الكويت اتكلمنا عن إضافة أرمينيا، بعض العلماء الأرمن طلبوا أنهم ينضموا إلينا حتى لو كانت لغة صغيرة، هيضيفوا هما بس الحتة من الـ UNL إلى اللغة بتاعتهم، ويلاقوا نفسهم دخلوا على كل اللغات التانية، وبنفس الوقت بيضيفوا لغة على اللغات المتاحة، اللغات الشغالة قبل كده. ده الصورة باختصار شديد جدا لهذا الحلم بتاع الإنسانية كلها، حلم إن كل واحد يقدر يتكلم مع أي واحد ويقرأ أي حاجة بلغته. الحقيقة عبد اللطيف الحمد بدأ في تمويل هذا المشروع فترة من الزمن، وأنا كنت من الناس قلت له الحكاية هتاخد وقت طويل. أنا كنت متصور إن الثلاث سنين اللي فاتوا وأنا بتابع الشغل اللي بيعملوه شباب في هذا الموضوع، كان متهيألي إن هنوصل إلى مرحلة معينة نقدر نبتدي نشوف فيها النتائج بعد حوالي 10 سنين. وقلت ماله، مكتبة اسكندرية لازم إنها تسهم في الشغل بتاع النفس الطويل. الحقيقة الشباب تمكنوا انهم يعملوا الشغل ده في اقل من 3 سنين. واؤكد لكم ان واحنا قاعدين في الكويت اكتسحنا كل المراكز الاخرى، الاسباني والانجليزي والفرنساوي والياباني وبتاع، كان المركز العربي يعني way ahead من اي حد تاني. وأستاذ لطيف الحمد ميل علي وقال لي رفعت راسنا صحيح قدام الناس كلها، فاحنا عايزين نسقف لكم جميعا. الفريق العمل موجود واغلبكم يمكن ما يعرفش هو فين، انما هو في البيت دول لما تنزلوا كده قاعدين وهينزلوا ركنا وقاعدين بيشتغلوا من السكات، ولكن انجزوا انجازات غير معقوله. يعني هم طبعا متواضعين جدا، فالكلام اللي هيقولوه مش هيقولوا انا اللي هتفخر، وبعدين هخليهم هم يشرحوا بيعملوا ايه.
في حاجة اسمها الكوربس اللي هو الكلمات اللي احنا بنجمعها عشان نشتغل منها. اللغة الإنجليزية وطبعا هي أكثر لغة في العالم مدروسة، الكوربس بتاعها 100 مليون كلمة، 100 مليون كلمة. الكوربس العربي اللي بنوه الشباب هنا 60 مليون كلمة في 3 سنين. يعني في 3 سنين جايين هنكون حصلنا الكوربس الإنجليزي إيزلي. بنعمل قاموس أو تدورس أو مجمع معجم، لأن المعجم اللي بيعمله المجمع اللغة العربية ما ينفعش للكمبيوتر، وفي أسباب لهذا. هم عندهم استعمال بتاع 140 ألف كلمة، 80 ألف مفهوم دخلوا في الحاجات دي have already been built. Built and being used. فالحقيقة أنا هطلب من أحمد بروت إنه يقدم حاجة مختصرة جدا على اللي بيتعمل، وبعدين أنت عايز تبين فيديو برضه، وبعدين فيديو عاملاه الأمم المتحدة عن هذا المشروع، وبعدين هطلب من الدكتور سامح، الحقيقة هو اللي بيقود الفريق اللي بيعمل الشغل ده، إنه ياخدنا كده واحدة واحدة إزاي بنعمل الترجمة اللغوية. وأقول لكم أنا بصراحة ما كنتش مصدق إن إحنا هنقدر نوصل إلى الضبط اللغوي اللي وصلنا له ده. كنت بحسب إن ده لسه قدامنا سنين، إنما الحقيقة المستوى اللي وصلنا له النهاردة مستوى مش بس رائع، إنما يكفيكم إنه في المقارنة العلمية في بحث علمي محكم مع جوجل ومع بابل ومع صخر وسيسترانس، السيستمز الموجودة بتاعت الترجمة، السيستم اللي شغال هنا ما بين 15% إلى 45% أفضل منهم بالمعايير العلمية، عدد الأخطاء، الكلمات اللي معرفش يترجمها، اللي مش عارفة، بالقياس بقى، بالقياس. وهتشوفوا الإحصاءات بهيا تاني. فهي أنا حرصت إن دي حاجة مادام بتحصل في المكتبة وأنتوا كلكم زملاء مع الناس اللي بتشتغل فيها، وفعلا تمثل الكاتنج ايدج بتاع الشغل العلمي النهارده في العالم في الحته دهيا، وحاجه تخصنا جميعا في اهتمامنا باللغه العربيه وازاي نقدر نتفاعل مع اللغه العربيه.